الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سادة الوزراء ووزراء المنتدبين منتدب الدولة منتدب العامين سادة المدراء سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أرحب بالجميع في هذا الاجتماع اللي هو اجتماع الدورة 75 في لجنة الاستثمارات منذ انطلاقها بارك الله وهو الاجتماع الثاني أو الدورة الثانية للجنة الاستثمارات في ظل هذه الحكومة سيخصص أشغال هذا الاجتماع لتدارس 48 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 32 مليار درهم وهي تهم قطاعات متعددة متنوعة لكن القطاع الأول اللي كتهمه هذه الاستثمارات هو قطاع الصناعة بحوالي 19 مليار درهم كيشكل 59% من مجموع الاستثمارات اللي كتشمل هذه الاتفاقيات ثم يليها تحلية مياه البحر ب 3.46 مليار درهم 11% ويليها قطاع النقل 10% تقريبا ثم بعد ذلك عدد من المجالات الأخرى مثل البنية التحتية والسياحة والترفيه والطاقة والطاقات المتجددة والاتصالات والتجارة وهذه المشاريع تروم إحداث أو تهدف إلى إحداث حوالي 6190 منصب شغل مباشر وحوالي 14000 منصب شغل غير مباشر أريد إذن أن أنوه بهذه الاستثمارات المعروضة اليوم على دار اللجنة بتنوعها وهو ما يؤشر على ثقة المستثمرين المغاربة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وكيؤكد أيضا أحقية ترتيب المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال دوين بيزنس التقرير السنوي الأخير للبنك الدولي الذي صدر في أكتوبر الأخير هذا التقرير منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة وهو الأمر الذي يشجعنا على مواصلة الجهود للرفع أو مزيد من الرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال باش نحسنوا المرتبة ديال بلادنا أكثر في القريب إن شاء الله وأنتم تعرفون جميعا بأن احنا درنا هدف في الأخير ديال هذه الولاية يعني 2021 نوصلوا نكونوا في الخمسين الأوائل العالم إن شاء الله في هذا المؤشر دي ممارسة الأعمال وهو هدف ليس صعبا ولكن أيضا ليس سهلا ليس سهلا إذا تكاسلنا وليس صعبا إذا اشتغلنا جميعا بعقلية الفريق بطريقة تعاونية لنصل إلى هذا الهدف ونحسن هذا المؤشر ينعقد اجتماع هذه اللجنة السيدات والسادة في سياق خاص كيتميز بواحد الديناميكيه جديده دشنها جلاله الملك محمد السادس حفظه الله في مجال دعم الاستثمارات ببلادنا وخصوصا من خلال اطلاق ورش اصلاح المراكز الجهويه للاستثمار وكما تعلمون كان جلاله الملك قد اصدر امره بمناسبه اطلاع جلالته على تقرير المرفوع إليه من رئيس المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار هذا التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى يوم 11 دجنبر 2019 الماضي فأصدر جلالته تعليمات سامية إلى رئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية ومع المجلس الأعلى للحسابات قصد رفع مقترحات لنظر جلالته داخل أجل لا يتعدى شهرين بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها للقيام بمهامها في
تحفيز الاستثمار وفي النهوض بالتنمية وطنيا وجهويا واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة لبلادنا والتي يتيحها الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب. وتعرفون جميعا بأن هذه المراكز الجهوية للاستثمار قامت بواحد الدور مهم عند تأسيسها، فاش تأسست قامت بواحد الدور مهم جدا في تسهيل إنشاء المقاولة، وأيضا أقل من ذلك فيما يخص مواكبة المستثمرين. اليوم المهمة اللي كانت عندهم وطريقة العمل اللي كانوا عليها ما بقاوش مواكب للتحولات التي وقعت وطنيا وإقليميا ودوليا. فالهدف هو التطوير كي تكون هذه المراكز الجهوية للاستثمار قادرة على مواكبة الديناميكية التي تعرفها بلادنا في هذا المجال. وتنفيذا لهذه التعليمات الملكية السامية فعلا شكلت لجنة تعكف الآن على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو يقوم على العمل لمنح هذه المراكز ديناميكية أكبر في تشجيع الاستثمار، في تعزيز أدوارها التنموية فيما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية على المستوى الجهوي بالخصوص، لأن نحن الآن في عمق وفي صلب ورش الجهوية المتقدمة. وسيتم إتمام عملي إن شاء الله ورفع تقرير هذه اللجنة والتصور الذي تقترحه إلى نظر جلالة الملك داخل الأجل المحدد بإذن الله. وأشجع جميع القطاعات المالية تشتغل لإعداد هذا التصور بجد، لأن الزمن قصير. حضرات السيدات والسادة، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، الحكومة أيضا جعلت من تشجيع الاستثمار إحدى أولوياتها باعتباره المدخل الأساس لإنتاج الثروة، المدخل الأساس لتقوية نسبة النمو، لإعطاء دفعة لنسبة النمو، المدخل الأساس للتشغيل أيضا، وبالتالي المدخل الأساس لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وقد واصلت الحكومة انطلاقا من البرنامج الذي وعدت به منذ البداية على العمل في هذا المجال على مستويات متعددة. أذكر منها إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول منذ أسبوعين فقط. ومعلوم أن هذه المؤسسة الجديدة هي نتيجة دمج ثلاث مؤسسات: أولا الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ثانيا المركز المغربي لإنعاش الصادرات، ثالثا مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء والتي الآن اندمجت في مؤسسة واحدة، ستتولى بالخصوص تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإنعاش العرض التصديري الوطني، تطوير الأسواق والمعارض، وبالخصوص إحداث انسجام بين مختلف السياسات المرتبطة بهذه المجالات. من قبل كانت عندنا مؤسسات متعددة لا يكون دائما التقائية وانسجام في عملها. ثانيا إحداث وكالة التنمية الرقمية لديدي، لاجونس دو ديفلوبمون ديجيتال، وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول أيضا منذ حوالي أسبوعين. وهي المؤسسة التي يعول عليها كثيرا للمساهمة في تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيا الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية التي لا زالت تعيشها عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة في بلادنا. ثالثا إطلاق مشروع إطلاق البوابة، ما بقاش مشروع، إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، والتي تم إطلاقها أمس، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين ولكن أيضا تمكين المستثمرين والمقاولات من إيداع شكاياتهم وملاحظاتهم لدى الإدارات المعنية بطريقة سلسة، بطريقة سهلة، استفادة من أحدث التكنولوجيات الحديثة مع إمكان تتبعها إلكترونيا، مما سيساهم بدوره في تيسير معالجة الشكايات، رفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين. رابعا كما ينصب العمل حاليا
على وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتقني لنظام إحداث المقاولة عبر الخط، حيث سيمكن هذا النظام من تبسيط المساطر وتحسين آجال الخدمة وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بشكل سهل ورقمي، مع تقديم المعلومات والوثائق اللازمة دفعة واحدة والمرور بسرعة إلى النشاط المقاولاتي. حضرة السيدات والسادة، لا يخفى عليكم أن جلب الاستثمارات المنتجة وضمان استمراريتها ونجاحها وتحسين مناخ الأعمال ببلادنا رهين بمواصلة تصور وتنزيل التدابير الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار. وفي هذا الإطار فإنه يتعين العمل في المستقبل القريب على التعجيل بإخراج الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والموجود قيد الإعداد التي هناك إعداد لها الآن، ويتعلق الأمر بالخصوص اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار الجديد الذي تم تقديم خطوطه العريضة خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 مايو 2017، باعتباره الإطار الملائم لتنمية وتشجيع الاستثمار المنتج وتبسيط المساطر المرتبطة به ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، مع العمل على تنزيله وفق مقاربة تقوم على التنسيق والالتقائية بين كافة المتدخلين في مجال الاستثمار. هذا مشروع الميثاق الجديد، مشروع الاستثمار الجديد اللي غادي يكون تطوير مشروع للميثاق الموجود، سيروم أخذ بعين الاعتبار التطورات والتحولات التي شهدها الاقتصاد الوطني في المرحلة الأخيرة، باش يعطينا واحد رؤية جديدة للإدارة والاقتصاد الوطني والمستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأجانب. ثانيا، اعتماد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتثمين الكتاب الخامس لمدونة التجارة، الذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات والرفع من تنافسية المغرب على مستوى التشريع المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات وتمكينه من مواكبة التطورات التي يعرفها العالم على هذا المستوى. كما سيسهم إخراج هذا مشروع القانون في تحسين ترطيب بلادنا في مؤشر صعوبة المقاولة الذي يحتل فيه المغرب مع الأسف مرتبة متدنية متأخرة بالمقارنة مع ترتيبه العام، وهي المرتبة 134 من 190 بلد. مع ذلك هو الآن الصيغة الأولى موجودة من هذا مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الكتاب الخامس لمدونة التجارة متعلق بصعوبة المقاولة، الآن موجود هو في اللمسات الأخيرة، نتمنى الله أن نخرجه في القريب بإذن الله. ثالثا، اعتماد الإطار القانوني للضمانات المنقولة، والذي من شأنه أن يسهل حصول المقاولات على التمويل لإنجاز مشاريعها، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك بعض الضمانات المنقولة فقط، ما عندهاش العقار. كما سيساهم في تحسين ترتيب المغرب في تقرير أو في مؤشر ممارسة الأعمال في مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 105 عالميا من 190. غير جوج الإجراءات سيحسنوا كثيرا مؤشر ممارسة الأعمال، ونحن نشتغل ووزارة العدل مشكورة تشتغل الآن لإعداد هذا الإطار القانوني نهائيا بتنسيق مع الأمانة الحكومة وبعض القطاعات الأخرى. كما تعين العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء تقييم تجربة تطبيقه لحد الآن، وذلك بهدف تبسيط المساطر المرتبطة به وضمان نجاعة أكبر في إبرام وتنفيذ عقود الشراكة PPP. هذا أيضا مجال خصنا فيه واحد الأعمال الإصلاح باش يمكننا نعطيو دفعة لهذا النوع ديال الشراكات اللي هي غتكون مهمة بالنسبة للمستثمرين، بالنسبة للاستثمار، بالنسبة للتجهيزات والبنيات الأساسية والاستثمارات الكبرى في بلادنا. حضرات السيدات والسادة، إذا هذه هي الأوراق اللي كنشتغلوا عليها جميعا، للجميع كيساهم فيها بالمناسبة، كل من اللي في هذه الطاولة راه كلهم كيشتغلوا في هذه الأوراق، كل واحد عنده فيه دور، وحنا نريد أن تكون هناك تعبئة من قبل الجميع لنجاح هذه الأوراق، لأن إذا نجحنا غتكون دفعة قوية للاستثمارات في بلادنا. وأريد أن أشكر في الختام جميع القائمين على تتبع ملفات الاستثمار، على الجهود التي يبذلونها، وأدعوهم وأدعو جميع ما فيها أنا شخصياً
للمزيد من التعبئة لمواكبة المشاريع الاستثمارية وتذليل الصعوبات والإكراهات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وجذب المزيد من الاستثمارات المنتجة للثروة والموفرة لمنافع منصب الشغل. وإلى سلحنا بالعزيمة إن شاء الله وبالعمل الجاد والمستمر سنصل إلى نتائج جيدة بإذن الله. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.